إحنا وسط العاصمة الأردنية عمان، بدنا نشوف ردة فعل الأردنيين لما تهديهم العربية هالورد الحمراء. كيف حالك؟ يعطيك الصحة. أنت معك العيلة صح؟ هاي عيلتك وراك؟ هاي المدام؟ عمرك هديتها وردة؟ صراحة؟ لا والله بصراحة ولا مرة؟ والله مش هدية يعني. عمرك أنت هديتي وردة حمراء؟ طب خذي هدية وردة حمراء عشان هاي على الكاميرا موثقة أنك أنت اللي أهديتي مش هو اللي أهداك. أنا أهدي. ما بتحكي. ورد تحب الورد؟ وردة تحب الوردة؟ وردة لك. إلك هاي الورد والبيت. شكرا. المدام عمرها أهدتك وردة؟ ولا حدا؟ ولا ولد ولا المدام؟ طب إحنا بدنا نهديك أحلى وردة. أنت عسل زي الحلو العسل اللي بتبيعه. يعطيك الصحة. وردة للمدام والله يشفي لك إياها ويخلي لك إياها. تردد في أن تكون لطيفاً مع الآخرين، فقد تكون سبب بسمة على وجه أحدهم بعد مواجهته يوماً مزدحماً مليئاً بالضغوطات. خليني أشاركك يلا واحدة. واحدة؟ واحدة فيها عشان ما أهلكش. يلا يا عمو هيك. يلا عشان بقى هات بقى الثلاثة اللي تحت دول، هات الأربعة دول. لا هقدر. مساء الخير، شكل يومك كان متعب النهاردة. كان متعب أوي؟ طب أنا عايزة أديك دي هدية. ألف هنا. أساعدك؟ أكياس تقيلة عليكي؟ والله لو انت رايحه انا ممكن امشي معاكي اساعدك. والله ما تخافيش انا زي بنتك يعني. لا والله ولا هتتعبيني ولا حاجه. اديها لي اشيل معاكي. حرام. ماشي. فين رايحه؟ فين؟ طب يلا بينا. وجود لك بقى في المعرض. هاجي اشوف. يميل الناس الى الاعتقاد بان ما يقدمونه للغير هو القليل نوعا ما، وربما يكون غير مهم نسبيا. نتائج دراسة جديدة تؤكد مدى قوة الأعمال اللطيفة العشوائية التي نقوم بها على المتلقين. هذه النتائج من شأنها أن تلهم المزيد من الناس للإقدام على أعمال لطيفة عشوائية. باحثون في مجلة علم النفس التجريبي أوضحوا أن القائمين بالأعمال اللطيفة قد لا يتوقعون مدى التأثير الإيجابي لهذه الأعمال. سوء التقدير هذا يمكن أن يمنع الكثير منا من القيام بأشياء لطيفة للآخرين في كثير من الأحيان. كما ظهرت الدراسات أن السلوك الاجتماعي الإيجابي يمكن أن يساعد في خفض مستويات التوتر اليومية لدى الأشخاص. هل الناس بالفعل لا تزال مدركة للعمل اللطيف، متقبلة للعمل اللطيف في وقتنا هذا؟ نظريا الكلام جدا صحيح، لأنه إحنا تواقون لأي لمسة حنان أو ثقة أو عطاء من الآخرين، لكن ما يحدث أمامنا الآن شيء مختلف جدا بسبب استغلال هذه الممارسات للدعاية لشيء أو لإهانة بعض الأشخاص أو لإحساسهم أنه هم مقصرون أو لمجرد عملية بيع وشراء. فالناس صارت متخوفة أكثر من السابق من أي لمسة حنان. دكتور أسامة، هل الشخص اللطيف هو شخص واثق من نفسه ولا شخص ضعيف؟ لأنه في خط فاصل اليوم. في فرق بين الإنسان اللطيف والإنسان المتسامح. الإنسان اللطيف عنده ثقة كاملة في ذاته ولا يحتاج من الآخرين أنه يعززوا له هذا الثقة برغم أنه هو يرحب بها، مش معناها أنه هو جامد جدا. على الطرف الآخر في أشخاص عندهم اختلالات نفسية، يعتقد أنه رضا الآخرين وتعزيزهم
لأي سلوك يقوم به هو الهدف الأساسي للقيام بالسلوك، فهو لا يقوم بالعطاء إلا إذا الآخرين شكروه على هذا الشيء، وفي نفس الوقت هو عنده تعلق سواء بالأشخاص أو بالسلوك أو حتى بالنتائج لمجرد أنه هو هذا الشيء اللي يعزز عنده السلوك.